تلاقيها حقه مثل لا لا حقه. مثل كل شخص بحب مؤسسة كان فيها بيزعل انه هيك صار الرأي العام فيها، بس هو بس مش المشكل بالبرنامج يا بدي اقول لك المشكل بالحقيقة بالواقع كيف تحول. مزبوط والله معك حق، بس بفهمك انك تزعل مثل ما انا حق. يعني انا مثلا اذا شفت المحاماة كيف عم تتحول لمهنة كمان عم تفقد كتير من روحها، القاضي نفس الشيء بيشعر، الأستاذ المدرسي اليوم عم بيشعر كيف مهنته فقدت مهميتها. نحن بدولة وبمجتمع عم بيفقد كل الشيء اللي كان حلو اللي عنده من المؤسسات وغيره، بس المشكل مش بالبرنامج ومش كل شيء نكرهه وكل شيء نكرهه. خي نزار، أنا إذا بي حرامي وأنا بعرف وانحبس ورجع طلع ما بقبل واحد يشوفني اللي بيك حرامي بقوصه يمكن وهو بي حرام. بس انا عم بقول بس انا عم بقول لك انتم ما عرفتوا. بس بدي لك شغله، وين المشكله اليوم؟ وين لك مش بس حكيت نانسي انه عم بيشتغلوا فالي باركينج وبيشتغلوا بالمطاعم، لك شو هالاهانه؟ مش لالهم، هالاهانه للي واقف على راس الدوله. اكيد هيدا الاهانه للي سرق لهم مصرياتهم، للي واقف على راس، هيدا الاهانه للعسكري. بدك انت تتلفني له دخيلك، انسرق بيتي وهو ما معه بنزين بسيارته، هو ما مش قادر ابنه يفوته على المستشفى. انه كمان بدنا نزيد فوق الطين بله. مشان هيك انا عم بقول خلينا نروق شوي، خلينا نروق شوي. ما بقى في غير قوى الامن الداخلي والجيش والامن العام وأمن الدولة، هودي هن الدولة. بس إذا ما نعمل عنه المسلسلات معالي الوزير ما بتكون مش هلأ يا نانسي. أنا عم بحكي الواقع اللي نانسي، أنا عم بحكي هلأ. خلينا مع كل سيئاتهم، كل سيئاتهم قد ما فينا نضبضبها ونحفظها وبعدين نظهرها، بس تروق الحالة ونشوف شو بدنا نعمل. مثل ما قال لك فراس ما بتروق الحاله، ودائما نحن بيعرف دائما نحن بنحط اعذار الضرورات الامنيه، هيدا نحن نتحول الى مجتمع امني، هيدا شيء يعني مش مزبوط. لما بدهم يقولوا لك انه لانه الوضع الامني ولانه البلد يا ناسي مش مزبوط بتحول لمجتمع امني، مش مزبوط. بس اذا ما في غير هالمؤسسات معناتها صرنا مجتمع امني. طيب فاذا بكره بس توقع جريمه قدام بيتكم ما يجوا قوى الامن، لانه يمكن يتحول لمجتمع امني. بس معالي الوزير مش مزبوط الكلام. شغلتهم يجوا لما توقع. طيب شغلتنا بس مش شغلتنا. شغلتهم يحملوا الكيس للمدام مثل ما قال فراس. مش شغلتنا. شغلتهم بلا بده يجي لما توقع. اول شيء اللي عم بيحكي يعني مش مزبوط. يعني كيف مش مزبوط؟ كيف مش مزبوط؟ خليني اقول لك وين المزبوط. ما البلد صغير وكل العالم، يعني هلا اذا انت قلت يا حضره الوزير انه مش مزبوط، يعني العالم حيصير يكذبوا عليك. مش مزبوط، انا قلت قبل منك بس مش قلت قبل مني، بس هلا ما بعرف شو صاير معك. مش هيك انا قلت غير ما بنعرفك نحن عم تحكي نفس أمني. لا لا ما انه ما بيشبهك صراحه. لا بلا بيشبهني نص، بس انا عم بقول لك ظروف هلا غير الظروف اللي انا حكيتها من 15 سنه. هلا الظروف الامنيه خلينا الله يوفقك. زياد الرحباني عمل مسرحياته بعز الحرب الاهليه، خلصت الحرب وبقيت المسرحيات، وهلا اللي عم يعملوه الشباب بيخلص الظرف وبتبقى هيدي الاعمال. اليوم نحن ما فينا نمشي على ايقاع الظرف السياسي او ايقاع الحس الامني عندهم. كل واحد، انا الحديث اكيد مش موجه لحضره الوزير، كل واحد يركز بالمحل اللي هو لازم يركز فيه. عم بقول لك اذا بكره صار جريمه قتل قدام بيتك وما اجوا لشو ببيناتنا؟ ومع كل التقدير لا يمكن ناس عم تجرب تشتغل، بس وين عم بيصير جريمه بمعنى جريمه وعم نلاقي عم ناخذ اجوبه عليها من جريمه المرفأ وقبل رجعي من جريمه الرئيس الحريري وبالجاي لهلا اذا ما بدنا نبعد كثير لجريمه المرفأ وكمان لا باسكال سليمان لا محمد سرور لكل الجرائم اللي عم بتصير. فشو هي شو هي هيدي يعني مثل كانه نحن القوى الامنيه عن جد عجبها وما عم بيصير ولا جريمه وما انا بس اقول انه عبيح. انا بقول لك اكثر من هيك، بس انا جد لما يبين الموضوع له كثير منحى شخصي بفوت بالاسماء. طب في نسوان ضباط وضباط مراكز كثير عالي مدامات عم بيشغلوا الناس اللي مفروزين لهم العناصر لمهمات امنيه، عم بيشغلوهم يودوا لهم قوالب كيك على بيوت لزبوناتهم. طب هيدي معه خبره معه خبره اللي واعي مال عثمان ولا ما معه خبره؟ بقول لك لحظه شوي، اليوم الاستبداد نانسي انا ما بدي يعني لحظه بس خليني كفي. اذا بيعطيني اسم ضابط انا مستعد بقى. انا مستعد بالسر. لا ما بعطيك بكره بنعملها بالصوت وبالصوره، بكره بنعطيك اياها بالصوت وبالصوره تيكون عندك دليل. لا 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 تقدر تقدر تكون عندك، يعني ما نكون عم نحكي حكي. انا بقول لك من قبل اللي بيقول لك انه هاي بتصير على مستوى والضابط الصغير بيتحاسب ومدري شو، لين بعيد ولين قرب. في مدير عام قوى امن داخلي معروف قديش معاشه، عمل عرس لابنه مكلف شيء بيقوله 17 شيء 7 شيء 3 شيء 2
شيء 8 مليون، من أين له هذا؟ إذا بده يحاسب وإذا عم بيقول هالقد هني قوايا وبيحاسب يبلشوا من هونيك. يعني اللي عم يشتكي، اللي عم يشتكي هو أكثر واحد المسلسل عم يقوس على ممارساته مش كشخص. نحن ما عم نقوس على العناصر العادية، برجع بقول لك حتى اللي بيسرق 50 و100 هذا مشكلة وهذا فاسد وهذا بدك إياه، بس هو بكثير محلات هن بيكونوا ضحية أكثر من من ما بدي برر، بس عم بقول لك إيه لما بدك تحاسبي حتى أنا يجاوبونا يبلشوا من هونيك. من وين مدير عام قوى أمن داخلي بيعمل عرس ابنه على القليل مليونين 3 مليون، ونرجع من تصير نقول انه شو عندك ابعث لي بالصوت والصوره، هي عم بعطيك شغله بالصوت والصوره، هذا مدير عام قوى امن داخلي حاسبه. قلت لي يا حبيبي يا عيوني انحكى بهذا الموضوع ايه. وجاوب هو شو جاوب؟ انه اهل العروس عملوا جاوب انا ما في وقت انا يعني ما يعني ما تجي ما, ما تجي تقول لي اعطيني تحاسب ما بيقبلوا الا انه لا انت منين جبتهم يا خيي. جاوب هو شو بدنا نجيب؟ مش مقتنع انت؟ جاوبك قال لك انه كيف اجوا المصري. انت مقتنع؟ انت مقتنع انه تقدمه؟ ايه ليش مش انه تقدمه؟ ليش ما انا ليش انا بعرف ليش بحق له ضابط يا حضره الوزير. بعرف احد اللي حد الوزير هيدي اصلا بحد ذاتها تعد رشوه غير مباشره. انت بموقع حساس هالقد يا عيوني يا عيوني شو بدي رشوه غير حساس وحساس؟ واحد كيف بيقبل ضابط قوى امن ياخذ اي شيء ببلاش من اي شخص؟ طيب انا عزمتك على العرس ايه وانت جبت اعطيتني مليون دولار انا فيني ايه اكيد بقول لا اذا ضابط ما بتقبل هيدي انت انا اذا ضابط عزمتك إيه؟ اذا ضابط ما بتقبل مليون دولار خلاص يا خي بشرفك هيدي بفي مسؤول حق. المسؤول اللي مركز حساس بيقبل ياخذ مليون دولار مش زيتك لا ياخذ منك مليون دولار فيك ما تدفع لي شيء ايه هذا اكيد فيك ما تدفع لي رشوه شو هالحكي لك يا رجل رشوه مش مزبوط بعدين خرجنا كثير عن الموضوع رشوه ولا مش رشوه لا طبعا اخلاقيات المهن هيدي الحساسه ما مفروض يقبلوا هدايا لانه يعني الهديه تعتبر يعني مثل القضاه تتخيلي قاضي بيقبل هدايا يعني هيدا صار في ارتياب صار في ارتياب مشروع فيه لا يا خيي عرس يا سيدي عرس مش تجي يعمل لك خدمه وتقول له ما هو هيدي كمان صارت ممارسه سائده يعني ما بقى في حدا عم بجوز ابنه او بنته الا عم بيجي هدايا ضخمه وبيكون رئيس جهاز أمني ومنعرف تماماً أنه بالآخر هيدي الهدايا رح تتقرش بالعمل وعلى حساب المواطنين. بس أنت كنت برومية وشفت أنه في فساد كبير فرجوك أنه عم بيعمروا سجن طويل عريض وطلع ما في شيء على الأرض. طب مع هيدا أكيد في ضباط كبار كانوا معنيين فيه. وقفوا يا خي ما بشين لك أديت وقف مع الوزير أنا توقفوا اثنين ضباط أديت بقوا موقف ما أنا في بدك تسألي المدعى العام بس حضرتك أكيد عرفت لما طلعوا مزبوط تحول الملف وطلعوا تحول الملف للمحكمة العسكرية هلأ المتعهد لك شو بدي طيب اعمل لي حلقه عليهم انا بعطيكي كل المعلومات بدنا نغير الموضوع ما غيرت الموضوع لا ما عم بدنا نغير الموضوع نرجع على هيدي ما لها علاقه بالموضوع اللي بس لقلك انه هيدا الفساد للاسف منتشر بالاجهزه تبعنا وانا بقول لك اكثر من هيك يعني احيانا كثير كنا نحن يتهمونا بالتدخل بالقضاء لما نحكي ننتقد القضاء نفس الشيء قوى الامن قل لهم يا جماعه نحن لما مننتقد قاضي عم ننتقد يلي تدخل بشغل القاضي فلما عم ننتقد جهاز أمني منكون أغلب الأحيان عم ننتقد الممارسات وشبكة المصالح يلي مبنية بين هيدا الضابط وجهاز أكبر منه يا أما سياسة يا أما قوى نافذة يا أما قوى مالية أو كذا وبالتالي إذا أنا ما بدي انتقد هولي ما هن اللي عم بيعملوا الاشي على الارض هن اللي عم بيوقفوا الناس هن يلي عم بيلاحقوا الناس اذا انا بدي وقف انتقد هيدول يعني انا ما بقى فيني انتقد الكبار ويلي هن حاكمين البلد كلياته فبشان هيك مع الوزير مستحيل يجي نقال انه هلأ بهيدا الوضع خلونا نفكر كيف بدنا نحافظ يلي عنا وحتى لو عرفنا الشغله نكتمها ما كل عمليات الزعبره والغاء المحاسبه وضرب المحاسبه كلها عم تصير من خلال القضاء والاجهزه الامنيه واذا ما بتنتقد هيدول الاثنين انت فشلت باعاده نظام محاسبه وبالتالي فشلت تماما ببناء اي دوله للمستقبل